طلبة وطالبات الثانوية العامة، يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 9 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 10 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى، أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي 0163-56-296. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى، الحلقة رقم 58. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي الأحياء على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنه من الكمال. النهاردة هيكون في ضيافتنا في مادة الأحياء للثانوية العامة مستر أحمد القرش. صباح الخير يا مستر. صباح الخير يا باشا. شرفنا وشرفنا كالعادة. الحمد لله، أنا شرفك ليا إن شاء الله. الله يخليك حبيبي، هتكلم طلابك عن إيه النهاردة؟ إن شاء الله نشرح النهاردة متعة مادة الأحياء في كيفية تصوير الحركة في الإنسان. جميل. هنوضح لهم إزاي بتتم الحركة في الإنسان، وده الدرس الفصل الثاني. تمام. درس الحركة في الإنسان، الفصل ده متقسم لجزئين، حركة في النبات والحركة في الإنسان. جميل. شرحنا الحركة في النبات قبل كده، هنشرح بقى الحركة في الإنسان وهنوضح كيفية الحركة في الإنسان. درس مهم جدا، مليان تفاصيل كتير، مليان معلومات كتير جدا، بيعتمد على فهمنا، هيعتمد على استنتاجنا. احيائنا الاحياء متعه ان شاء الله هنتمتع بيها مع بعض باذن الله. بيولوجي از لايف. ان شاء الله بيولوجي از لايف. حلقه موفقه ان شاء الله. حلقه موفقه باذن الله ان شاء الله. هنبدا مع بعض النهارده ونقول البدايه بتاعتنا الحركه في الانسان. يلا نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معانا ده بدأنا مع بعض بدعاء المذاكرة، ويلا نذاكر مع بعض الدرس الحركة في الإنسان. لما أجي أتكلم على الحركة في الإنسان، أولاً تعالى نمسك مع بعض كده كلمة كلمة في تعريف الأوبن بوك. في الأوبن بوك لما أجي أتكلم معاك وأقولك يعني إيه الحركة، كلمة حركة يعني ظاهرة بيولوجية. يعني إيه كلمة ظاهرة بيولوجية؟ كلمة ظاهرة بيولوجية أي تميز الكائن الحي. يعني إيه ظاهرة موجودة في الكائنات الحية؟ إيه الفرق اللي بين الكائن الحي والكائن الغير حي؟ أنا كائن حي، أنا بتحرك بإرادتي، أنا المسؤول عن حركتي. اما السبوره كائن غير حي مش هتتحرك بارادتها. يبقى الفرق بين
الكائن الحي والكائن غير حي، الظاهره البيولوجيه، الظواهر البيولوجيه. جميل. عشان كده من الحركه بنعتبر ظاهره ايه؟ بيولوجيه. انا عاوز اتحرك دلوقتي، ايه اللي هيحصل؟ مين اللي هيديني الاوردر؟ مين اللي هيشترك في الكلام ده؟ قال عشان تتم الحركه في الانسان في ثلاث اجهزه رئيسيه بتشترك في الحركه في الانسان. مين الاجهزه ديت يا جماعه؟ قال لي اول جهاز هو الجهاز العصبي اللي هيدي الاوامر للجهاز العضلي اللي معتمد على الجهاز العظمي. ايه ده؟ ده في ثلاث اجهزه هيشتركوا مع بعض. اول جهاز هو الجهاز العصبي، ثم الجهاز العضلي، ثم الجهاز العظمي. الثلاث اسئله، الثلاث اجهزه دول تعال نشوف كل جهاز هيعمل مع بعض ايه. اولا هنبدا بالجهاز العصبي. الجهاز العصبي زي ما احنا متفقين في ثانيه ثانوي يا جماعه، تمام، بيتكون من ايه يا مستر؟ قال لي الجهاز العصبي بيتكون من المخ، وده اللي مسؤول عن اعطاء الاوامر. المخ بتاعنا هو اللي بيدي الاوامر لجميع الاعضاء. جميل. طب بيوصل الاوامر ازاي؟ قال لي بيوصل الاوامر عن طريق ما يسمى بالحبل الشوكي. يبقى احنا كده عندي المخ وعندي حاجه اسمها الحبل الايه يا جماعه؟ الشوكي. الشوكي. الله عليك. المخ والحبل الشوكي يدي الاوردر. هيدي الاوردر لمين؟ هيدي الامر. الامر لمين؟ قال لي الامر للعضلات. ايه حكايه العضله؟ ايه قصه العضله؟ ايه حدوته العضله؟ قال لي العضله هنتكلم عليها بالتفاصيل، التفاصيل عشان ده الجهاز اللي هناخده بالتفاصيل بتاعته. طيب نيجي نمسك الجهاز العظمي. الجهاز العظمي اللي هي بتمثل العظام عندنا. طيب ما تيجي نعمل بسرعه كده مقارنه بين الجهاز العظمي اللي احنا خدناه في الفصل الاولاني، في الجزء الاولاني، والجهاز العظمي. قال لي مبدئيا في الجهاز العظمي يا جماعه انا عندي عدد العظام، عدد العظام 206 عظمه. تمام. العظام اللي موجوده في جسمنا واتفقنا في الفصل الاولاني في الانسان البالغ 206 عظمه. العظام دي بيتصل بيها نوع من انواع العضلات هنسميها عضلات هيكليه. جميل. طب ليها عضلات هيكليه؟ لانها متصله بالهيكل العظمي. يبقى احنا هنسميها دي عضلات، اسمها عضلات هيكليه، هنتعرف عليها من انواع العضلات. جميل. تمام كده؟ والعضلات دي متصله بالهيكل العظمي. ليه متصله بالهيكل العظمي؟ عشان الهيكل العظمي يديها الدعامه، يديها القوه. جميل. يبقى مبدئيا كده الهيكل العظمي ايه الوظيفه بتاعته؟ الوظيفه بتاعته الدعامه. طيب الجهاز العصبي الوظيفه بتاعته اوامر. تمام. مين بقى اللي هينفذ الاوامر ديت؟ الجهاز العضلي. ومن هنا نبدا القصه بتاعتنا مع الجهاز العضلي. تمام. حكايه الجهاز العضلي، ايه حدوته الجهاز العضلي؟ هو اولا يعني ايه جهاز عضلي؟ الجهاز العضلي في جسمنا ده بيمثل ايه؟ الجهاز العضلي في جسمنا بيمثل اللحم. فاي لحم في جسمنا عضلات. فعدد العضلات في جسمنا 620 عضله او اكثر مبدئيا. تمام. واخد بالك من الرقمين؟ هنا العظام 206 عظمه. اما العضلات 620 عضله. تمام كده؟ جميل. طيب كلام جميل. العضله اتفقنا مع بعض، العضله اسمها ايه؟ لحمه. العضله اسمها ايه؟ لحمه. وهنتكلم على اللحمه ديت بالتفصيل. تمام؟ خلي بالك من المعلومه ديت عشان في نظام الاوبن بوك احنا مش هنعتمد على الحفظ، هنعتمد على فهمنا وارتباط ده بالحياه بتاعتنا. جميل. طيب نبدا نمسك 620 عضله. هل يا ترى 620 عضله الناس اللي بتلعب جيم؟ عدد العضلات بيزيد؟ تهيألي ليه؟ عدد العضلات يزيد في الحجم. ما يزيدش في العدد. في العدد يعني العدد واحد. تمام. الحجم بتاع العضله نفسه هو اللي يزيد. كميه البروتينات اللي في العضله تزيد. جميل. تمام، عشان دي من ضمن الحاجات اللي ايه؟ حته صغننه كده نخلي بالنا منها. جميل. تمام كده؟ تمام. قلت له كلام جميل جدا. هي العضلات بتعمل ايه؟ هي العضلات عباره عن ايه؟ قال لي العضلات ديت يا مستر احمد هي عباره عن خيوط. جميل. الخيوط دي مالها؟ قال لي الخيوط دي متوازيه وطوليه. في الاوبن بوك نقول لك ليه متوازيه وليه طوليه. متوازيه حتى لا تتقاطع، وطوليا عشان تديني مسافات كبيره. قلت له كلام جميل. عشان تعمل ايه؟ قال لي عشان تبقى مسؤوله عن ظاهره انقباض وانبساط. يبقى العضلات لما اجي اتكلم على تركيب العضله فوجئنا ان العضله متوازيه عباره عن خطوط والياف متوازيه. الالياف المتوازيه دي متوازيه بالطول. تمام كده؟ طب ليه متوازيه بالطول؟ حتى لا تتقاطع. وايه يحصل لو اتقطعت؟
المشكله؟ لو حصل تقاطع للعضله، لو حصل تقاطع للعضله مش هيحصل انقباض وانبساط. يعني ايه؟ مش فاهم. انا عاوز احرك ايدي، عاوز اعمل انقباض، كده انقباض، كده انبساط. طب الانقباض ده هيتم ازاي؟ قال لي عن طريق اوامر هتطلع من المخ للعضلات. طب لو الخيوط دي مش متوازيه هيحصل بينها وبين بعض تقاطع. فيحصل تشابك. فبالتالي ما يحصلش انقباض، الحركه ما تتمش، الحركه ما تتمش. برافو عليك. تمام؟ قلت له كلام جميل جدا جدا جدا. يبقى احنا عرفنا ان الجهاز العضلي عباره عن مجموعه من العضلات، الوحده البنائيه بتاعته عضله، العضله تسمى لحمه، عددها 620 عضله او اكثر، مرتبه في خيوط، الخيوط متوازية وطولية. متوازيه وطوليه عشان تقوم بعمليه الانقباض والانبساط. جميل. ايه وظيفه العضلات؟ تعال نبدا اول حاجه. اول جزء هي حركه عضو بالنسبه لبقيه الاعضاء. انا بحرك ايدي بالنسبه لبقيه الاعضاء، دي اول وظيفه. تمام؟ يبقى حركه عضو بالنسبه لبقيه الاعضاء. ايه كمان؟ الانتقال من مكان لاخر، انا بتحرك. فدي من وظيفه العضلات، الانقباض من مكان لاخر. الحفاظ على وضعيه الجسم. تمام. تمام؟ سواء في الوقوف او الجلوس او الحركه. ايه كمان؟ في وظيفه غايه في الاهميه. ايه الوظيفه الغايه في الاهميه؟ وهي استمرار الحياه. عشان هي اللي مسؤوله عن حركه القلب، هي اللي مسؤوله عن حركه المعده، هي اللي مسؤوله عن حركه الاوعيه الدمويه، ودي حركات لا اراديه ما اقدرش اتحكم فيها. حد بيتحكم في قلبه؟ بيتحكم في قلبه؟ لا طبعا. القلب لا ارادي بيتحرك لوحده، مدينا في داهيه، صح ولا غلط؟ طبعا طبعا. القلب حركات لا اراديه، القلب بيتحرك لوحده، المعده بتتحرك لوحدها، الاوعيه الدمويه بتتحرك لوحدها، فدول حركات ما اقدرش اتحكم فيها. فمن ضمن وظيفه العضلات. تمام؟ مظبوط. معنى كده ان العضلات مهمه جدا، صح؟ ما تيجي ناخد تركيب العضله بقى. هنمسك عضله زي عضله دراعي. تمام كده؟ وتعالى نمسك العضله دي بالتفاصيل، التفاصيل بتاعتها. ونقول ايه الحكايه بتاعه تركيب العضله. قلت له ادي العظام. ادي العظام زي عظام اليد. لما نيجي نتكلم ادي العظام اهي. ادي عظمه. العظام اتفقنا مع بعض في الفصل الاولاني، في الدرس الاولاني، ان العظام متصلة مع العضلات عن طريق ما يسمى، ايوه سامعك، ايوه، اسمها ايه؟ وتر. طب برافو عليك، اسمها وتر. يبقى العظام تتصل مع العضلات عن طريق ما يسمى ايه؟ الوتر. وتر. كلام جميل. طيب العضلة انا متفق معاك ان هي عبارة عن مجموعة من الخيوط المتوازية طولية. جوه العضلة لقينا ايه؟ لقينا مجموعة من الحزم. يبقى جوه العضلة في ما يسمى مجموعة من الحزم. يبقى دي كده اسمها حزمة. الحزمة دي يا جماعة ليها غشاء، اللي هو بره ده بنسميه غشاء الحزمة. تمام؟ يبقى ايه؟ ادي العضلة. العضلة عبارة عن مجموعة من الخيوط، الخيوط دي عبارة عن حزم، فالعضلة مجموعة من حزم. تمام؟ هاخد حزمة واحدة، لقيت جوه الحزمة دي يا جماعة مجموعة من الألياف. يبقى دي كده اسمها إيه يا مستر؟ اسمها ألياف. كتاب المدرسة كان واضح معاك جدا، قال لك عددهم من 1000 ل 2000. خلي بالك من المعلومة دي، إن أقل حاجة من الألياف اللي موجودة في الحزمة 1000 حاجة. 1000 ليفة. وأكبر عدد 2000 ليفة. قلت له طيب كلام جميل جدا. طيب هي الليفة دي إيه كمان؟ قال لي الليفة دي تعتبر المادة الحية. إشمعنى الليفة دي المادة الحية؟ قال لي عشان دي اللي هيحصل جواها الحركة، دي اللي بتحتوي على أصغر أشياء. قلت له إيه؟ قال لي جواها مجموعة من اللويفات. ايه دي يا مستر؟ قال لي ده تصغير كلمة ليفة، لويفات. يبقى جوه الألياف لويفات، تصغير. تمام. قلت له اللويفات، قال لي واللويفات دي عبارة عن مجموعة من الخيوط. الخيوط دي يا جماعة هتمثل قطع عضلية هنتكلم عليها بالتفصيل دلوقتي. قلت له اه، يعني قال لي بعد اللويفات في حاجة اسمها ايه يا مستر؟ خيوط. طب ما تيجي نمشي واحدة واحدة من البداية. تعالى نحكي الحدوتة مع بعض من البداية.
هي العضلة عبارة عن إيه؟ قال للعضلة حزمة. والحزمة جواها ليفة. جميل. والليفة جواها لويفة. واللويفة خيوط، عضلة حزمة حزمة ليفة ليفة لويفة لويفة خيوط. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى لما كون العضلة كون جواها مجموعة من الحزم. المرتبة طوليا المتوازية حتى لا تتقاطع. تمام. بعد كده الحزمة ليها غشاء، ادي غشاء الحزمة. تمام؟ اللي تحتوي بداخلها على مجموعة من الألياف. الألياف دي قد إيه؟ من ألف لألفين، وبها عدد كبير من الأنوية. طب ليه بها عدد كبير من الأنوية؟ أي عديدة النواة. خلي بالك من المعلومة الأوبن بوك دي، عديدة النواة. يبقى من أحد الخلايا اللي موجودة داخل الجسم وتحتوي على عدد كبير من الأنوية هي الألياف العضلية. تمام. فيها عدد كبير من الأنوية، عشان كده هنيجي عند اللويفات العضلية ونكتب عدد كبير من الأنوية. تمام؟ تمام. تمام. المادة الحية بتاعتها اسمها إيه؟ وإيه الفرق بين المادة الحية العادية والمادة الحية اللي في الخلية؟ تعال نمشي مع بعض واحدة واحدة كده، هناخد معلومة ليها علاقة بدراستنا في أولى سنة. احنا متفقين يا جماعة ان الخلية العادية اللي خدناها في اولى ثانوي تحتوي على نواة وسيتوبلازم، يبقى ده السيتوبلازم زائد نواة. دول كده كنا بنقول عليهم حاجة اسمها بروتوبلازم. وكنا بنقول على الغشاء اسمه غشاء بلازمي، الغشاء اللي بره. تمام كده؟ طيب ده في الخلايا العادية، في الخلايا الحية. أما الخلايا العضلية خلي بالك من الفرق اللي هيحصل دلوقتي، ركزوا معايا سنة ثالثة. في الخلايا العضلية المادة هنا دي مادة سائلة، في الخلايا العادية هنا المادة عبارة عن مجموعة من الخيوط. جميل. فبدأ العلماء يطلقوا عليها مادة ساركوبلازما. يبقى المادة الحية اللي داخل الليفة العضلية، هنا بقى بنتكلم على الليفة العضلية، يبقى المادة الحية في الليفة العضلية يا جماعة تسمى ساركوبلازما. أما الغشاء فيسمى ساركوليما. ساركوليما. يبقى خلي بالك من الفرق بين الخلايا العادية. تمام؟ خلي بالك من الفرق بين الخلايا العادية والخلية العضلية. الخلايا العادية يا جماعة المادة الحية بتاعتها تسمى البروتوبلازم، وهي عبارة عن سيتوبلازم ونواة، ولها الغشاء الخلوي، الغشاء البلازمي، ده الخلايا الحيوانية. أما الخلايا العضلية فهي مختلفة شوية. الخلايا العضلية المادة بتاعتها هي مادة صلبة. جميل. عبارة عن مجموعة من الخيوط اللي هنتكلم عليها بالتفصيل دلوقتي. الخيوط ديت أطلق عليها العلماء اسم مادة ساركوبلازما. جميل. تمام؟ أما الغشاء بتاع الخلية فسمي ساركوليما. في مشكلة؟ يبقى خلي بالنا سنة ثالثة من الجزئية دي مهمة جدا. تمام. 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 نرجع تاني ونبدا نخش على الالياف اللويفات. اللويفات بقى عباره عن مجموعه من الخيوط. الخيوط دي فيها منها نوعين يا جماعه، في خيوط رفيعه وهناك خيوط سميكه. يبقى الالياف في او الخيوط في منها نوعين، في خيوط رفيعه وخيوط ايه؟ سميكه. ايه الخيوط الرفيعه؟ رفيعه سميكه. الرفيعة من مادة ايه؟ والسميكة من مادة ايه؟ قال الرفيعة خيوط بروتونية من مادة الأكاتين. أما الخيوط السميكة من مادة الميوسين. يبقى احنا كده عندنا مادتين بروتينية. خيوط رفيعة من مادة الأكاتين وخيوط سميكة من مادة الميوسين. صعبة؟ تمام. تعالى نعيد تاني نفتكر مع بعض. أنا عندي العظام. تمام. متصلة بالعضلات. عن طريق الوتر. الوتر. برافو عليك. تمام. والعضلات ديت عباره عن مجموعه من الحزم، والحزم ليها غشاء، والحزم جواها الياف، والالياف عددها 1000 ل 2000. يبقى اقل حاجه 1000 واكبر حاجه 2000. في عدد كبير من انويه، يعني متعدده الانويه. جميل. تقول الماده الحيه بتاعتها ساركوبلازم، والغشاء ساركولين. يبقى الغشاء من بره
يبقى الغشاء بتاعنا ده من بره هنسميه ايه؟ ساركوليما. اهو غشاء ساركوليما. تمام كده؟ حلو. الالياف جواها؟ لويفات. الالياف جواها؟ لويفات. واللويفات دي عباره عن خيوط. الخيوط ديت في منها رفيعه وفي منها سميكه. رفيعه زي اكاتين، سميكه زي ميوسين. صعبه؟ لا جميل جدا. حلو قوي. ده تركيب الدهن. بدانا نعمل زوم، بدانا نكبر 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 لغايه ما نعرف الجزء ده. الجزء ده عباره عن ايه؟ قال لي الجزء ده اصغر حاجه في اللويفات في منطقه هنا كده واخده حرف الزد ده اهو. ايه دي؟ قال لي دي منطقه تسمى القطعه العضليه. يبقى اصغر حاجه في العضله ايه هي يا دكتور؟ القطعه العضليه. القطعه العضليه اصغر حاجه هنوصل لها هي مين؟ القطعه العضليه. والقطعه العضليه دي عباره عن ايه؟ قال لي تعالى بقى بص معايا، احنا عاوزين نبص على التركيب ده والتركيب ده والتركيب ده. قلت له ازاي؟ قال لي بص يا مستر احمد، عشان نبص على تركيب العضله ونشوف تركيب العضله تعالى نمشي مع بعض واحده واحده كده. قلت له اتفضل. قال لي مبدئيا انا عندي كم منطقه؟ انا عندي ثلاث مناطق. تمام. القطع العضليه. اول منطقه هي يا جماعه اللي في الوسط. وعندي المناطق المضيئه. وعندي مناطق بنسميها مناطق مظلمه. نمشي واحده واحده مع الثلاث اشكال دول. اول شكل ده يا جماعه اسمه المناطق اللي هي دي. اسمها مناطق مضيئه. اسمها مناطق ايه يا جماعه؟ مضيئه. المناطق المضيئه دي عشان لونها فاتح. تمام. فاطلقوا عليها مضيئه. طيب والمناطق المضيئه رمزها اي. اللي في المنتصف مناطق شبه مضيئه. يبقى في المنتصف مناطق شبه ايه؟ مضيئه. اما المناطق اللي هي قدامنا ديت السودة ديت فاطلق عليها العلماء اسم مناطق داكنه او مناطق مظلمه. مناطق داكنه او مناطق ايه؟ مظلمه. حلو قوي. تعال نشوف مع بعض الرموز. اولا هنا اي. جميل. والمناطق شبه مضيئه اطلق عليها العلماء رمز اتش. هنلاقيها كده شكل حرف الاتش اثناء الانقباض والانبساط. تمام. اما المناطق المظلمه او الداكنه فهي الحرف ايه. نيجي لتركيب العضلات. المناطق المضيئه فيها خيوط مين؟ قال لي المناطق المضيئه فيها خيوط اكاتين. طب والشبه مضيئه ميوسين. طب والمناطق الداكنه؟ اعتقد ان انت جمعت اهو، ها اكاتين وايه؟ ميوسين. وميوسين. برافو عليك. دي كده اسمها قطع عضليه. يبقى القطع العضليه بتتكون من كم منطقه؟ ثلاث مناطق. اول مناطق بنسميها المناطق المضيئه. ثم المناطق المظلمه، ثم المناطق الشبه مضيئه في الوسط. نمشي واحده واحده. المناطق المضيئه اللي قدامنا اهي رمز الاي، حرف الاي. اهي حرف الاي. تمام. عشان كده اطلقوا عليها المناطق المضيئه. وهي رفيعه. وهي رفيعه تتكون من خيوط الاكاتين. عليك استنتاج. جميل. اما المناطق الشبه مضيئه هي مناطق في المنتصف واخده شكل حرف الاتش، وهي سميكه. وهي مناطق سميكه تحتوي على خيوط الميوسين. جميل. اما المناطق الداكنه بتجمع بين الاثنين، تدخل الاثنين خيوط الاكاتين مع خيوط مين؟ الميوسين. الميوسين. وهي مناطق يرمز لها بالحرف ايه. جميل. في مشكله؟ لا. تمام. تمام كده. ايه انواع العضلات؟ العضله دي ايه انواعها؟ ايه انواع العضلات عموما بقى في جسمنا؟ جميل. لما نيجي نتكلم على انواع العضلات، انا عندي نوعين في العضلات. لما اجي اتكلم على انواع العضلات العضلات في الجسم، ففي عندي نوعين من العضلات يا جماعه. في عضلات اقدر اتحكم فيها، وفي عضلات ما اقدرش اتحكم فيها. تمام. في عضلات بسميها عضلات ملساء، وفي عضلات بسميها عضلات مخططة. جميل. تمام كده؟ طب ليه اسمها ملساء؟ وليه اسمها دي مخططة؟ ومين أقدر أتحكم فيه؟ ومين ما أقدرش أتحكم فيه؟ العضلات الملساء لا تحتوي على خيوط الأكاتين أو الميوسين، ما فيهاش خيوط. يبقى لا تحتوي على ها أكاتين أو ميوسين. تمام. في طالب هيسالني ويقول لي يا مستر احمد، طب هي فيها انهي نوع من انواع البروتينات؟
هقول لك لو دخلنا البنك المعرفة، بنك المعرفة جايب لك العضلات الملساء وبدأ يتكلم عليها بالتفصيل الممل، وأول معلومة قال لك في العضلات الملساء إن هي عضلات لا إرادية. يعني ليه لا إرادية؟ يعني ما أقدرش أتحكم فيها. تمام. وتحتوي على نوع من أنواع الخيوط البروتينية تشبه خيوط الميوسين. تمام كده؟ قلت له كلام جميل. قال لي العضلات اللا إرادية زي عضلات القلب، وده نوع من العضلات المختلفة عن جميع عضلات الجسم. ربك سبحانه وتعالى عظيم جدا في خلقه للكائنات الحية وخلقه للإنسان، عامل حساب كل حاجة، خلى عضلات القلب هي عضلات لا إرادية مخططة، دمج من الاتنين. لا إرادية ما أقدرش أتحكم فيها، بتعمل تلقائيا. تمام. عدد ضربات القلب في الدقيقة الواحدة بيوصل من 80 ل 70، من 70 قال لحاجة ل 80 دقة، المتوسط العادي 70. قلت له تمام. القلب اللي بيدق ده باستمرار شغال ازاي؟ قال لي شغال عن طريق العضلات المخططة اللي بتتحمل المشقة والتعب، لأن عضو بيعمل باستمرار. أما العضلات كمان اللا إرادية الملساء بقى، تمام؟ زي مين؟ قال لي زي عندك رقم واحد زي المعدة، زي الأوعية الدموية، دي شغالة باستمرار. الأوعية الدموية، المعدة، تمام؟ تمام. طيب نيجي بقى للعضلات المخططة اللي هي العضلات المتصلة بالجهاز العظمي، اللي هي العضلات الهيكلية. يبقى استنتج كده إن العضلات المخططة إرادية، وفي نفس الوقت غير إن هي إرادية هي متصلة بالهيكل العظمي، فهي عضلات بسميها عضلات إيه يا جماعة؟ هيكلية، عشان متصلة بالهيكل الإيه؟ العظمي. في مشكلة؟ تمام. صعبة؟ زي الفل. تعالى نبدأ مع بعض كده يا جماعة، نشوف إزاي أقدر أتحرك، إزاي أقدر أتحرك، إزاي أقدر أحرك إيدي. تمام؟ يبقى إحنا كده عرفنا أنواع العضلات. تمام. عرفنا تركيب العضلات. تعالى بقى نشوف إزاي الثلاث أجهزة دول هيشتغلوا مع بعض عشان أتحرك. تمام. أنا دلوقتي عاوز أحرك إيدي. مين اللي هيدي الأوردر؟ مين اللي هيدي الأمر؟ المخ. رفع عليك. المخ. المخ هيبعت لي الإشارة عن طريق الحبل الشوكي. تمام. لمين؟ ها؟ الجهاز العضلي. برافو عليك. والجهاز العضلي لما يجي يتحرك هو مش مرتبط مع العظام عن طريق الوتر. مظبوط. فيسحب معاه مين؟ الوتر. لا، العظام. الوتر يسحب العظام. اها، تمام. صح كده؟ يبقى الجهاز العضلي هيتحرك. جميل. فبالتالي يسحب معاه العظام. عشان كده العظام مرتبطة بالعضلات، فبيسميناها عضلات هيكلية. تمام؟ تمام. تيجي نحكي في فيلم؟ اتفضل. قصة. مش عايزك تاخدها دراسة، عايزك تستمتع بعظمة ربنا. عاوزك تستمتع معايا تشوف المولى عز وجل بيعمل فيلم في جسمك غاية في الروعة. تيجي نشوف مع بعض الفيلم ده؟ اتفضل. الفيلم ده فيه ثلاث أبطال. طبعًا عشان نشرح فيلم زي ده لازم نتعرف على البطل الكبير اللي هو المخ. مش هو اللي هيديني الأوردر؟ جميل. حلو. أنا عندي المخ. هفكرك كده نرجع شوية معلومات. أنا عارف إن إحنا ما خدناش السنة اللي فاتت طلب التالتة سنة، وأنا عارف ما خدناش السنة اللي فاتت بسبب أحداث كورونا الجهاز العصبي في الإنسان. تعال أفكرك كده، أقول لك بحتة ظريفة كده تثبت في دماغك. أولاً المخ اللي قدامنا ده هشرح على نفسي متقسم لإيه. أولا متقسم لحاجة اسمها نصفين كرويين، نصف يمين نصف شمال. تمام. تمام. نص كورتين. تمام كده. طيب النص كورتين دول مسؤولين عن إيه؟ تعال نبدأ مع بعض. هديك كشاف أنسيك اسمك، يبقى هنا الجبهة مسؤولة عن إيه؟ نسيتك اسمك يبقى ذاكرة. ذاكرة. يبقى الجبهة مسؤولة عن إيه؟ الذاكرة. حلو قوي. هديك، أنا آسف، على قفاك جزء القفو، هفقدك البصر. عنيك يبقى الجزء القفو مسؤول عن ايه؟ الابصار. الابصار. هديك بالقلم مطرشك، يبقى الجزء الصدغي السمع. برافو عليك. تمام كده. هخبطك على دماغك من فوق، هفقدك الحركه، يبقى مسؤول عن الحركه الاراديه. يبقى واحده واحده كده. تمام. واحده واحده. هنا الذاكره. برافو عليك. هنا البصر. تمام. هنا السمع. هنا حركة. الحركة. تمام. تمام. طيب دي الأجزاء بتاعت، أنا بسرعة كده فكرتك بالسنة اللي فاتت. تمام.
فالمخ عاوز يتحرك فمسؤول عن الحركات الاراديه. تمام. فالجزء الايجابي يقول له يلا يدي الاوردر، الاوردر ده هيتحرك عن طريق مين؟ هيتحرك عن طريق الحبل الشوكي. تمام. اللي داخل العمود الفقري. فيبدا الحبل الشوكي يطلع الاوامر بتاعته. الحبل الشوكي ده يا جماعه ده كده بنسميه محور عصبي. من ضمن المعلومات اللي لازم نفتكرها مع بعض ان الخلايا العصبيه طولها يعدل اكتر من متر عشان يوصل لاخر عضله في صباعك رجلك الصغير اللي تحت. تمام؟ قلت تمام. قال المحور العصبي ده هينتهي بتفرعات. بس تعالى نكبر التفرعات دي شويه. قال لي دي اسمها تفرعات. تمام؟ اللي جايه منين؟ اللي جايه من المحور العصبي، اللي جاي منين؟ من الحبل الشوكي. والحبل الشوكي جايبها منين؟ المخ. يبقى المخ بعت الاشاره للحبل الشوكي، الحبل الشوكي بعتها عبر المحور العصبي في الخلايا العصبيه لغايه ما راحت للتفرعات عصبيه. تمام. بعد ما راحت للتفرعات العصبيه في التفرعات في النهايه بتاعتها في حاجه اسمها نهايه عصبيه. في مشكله كده؟ تمام. يبقى واحده واحده كده نفتكر الجهاز العصبي مخ بعت للحبل الشوكي، الحبل الشوكي بعت للمحور العصبي، المحور العصبي ده انبوبه خيط رفيع طويل طوله يصل اكتر من متر وصل معايا الاشارات الى تفرعات عصبيه، التفرعات العصبيه راحت لنهايات عصبيه. تمام؟ تقول تمام. ايه كمان؟ ادي البطل الاولاني اللي هيديني الاوامر. مين اللي ينفذ؟ قال لي اللي هينفذ العضله. تيجي نفتكر العضله، البطل الثاني. البطل الثاني العضله عندنا اهي يا جماعه، العضله اهي. قلت له تمام. ادي العضله، ادي العضله. معلش فكرنا دي اسمها القطعه الايه؟ ها ها القطعه العضليه. برافو عليك يا مستر. قلت لي انت ادبي صح؟ اه ادبي بس الاحياء متعه. لا جميله ما شاء الله الحمد لله. القطعه العضليه ده البطل الثاني بتاعنا. تمام. تعالى نتعرف على القطعه العضليه. وحضرتك انت قاعد دلوقتي انت قاعد كده، انت حضرتك في وضع الايه؟ قاعد راحه صح؟ اه تمام راحه. يبقى انت حضرتك كده في وضع الراحه. صح كده؟ جميل. في وضع الراحة الخلية العضلية ها الليفة العضلية ايه اخبارها؟ عاملة ايه؟ قصتها ايه؟ قال لي في وضع الراحة خلي بالك بقى بيبقى خارج الخلية فيه ايونات موجبة، هو فيه سالب بس فيه موجب كتير. تمام. ركزوا معايا لو سمحت يا تالتة ثانوي عشان الكتاب مش موضحها شوية. بيقول لك ان خارج الغشاء بتاع الخليه، خارج الغشاء بتاع الساركوليما بتبقى هناك ايونات موجبه. وسكت. لا هو في سالب. في موجب وفي سالب، بس مين اللي عدده كبير؟ الموجب. برافو عليك. عشان كده بنقول الموجب هو الاكتر. اقولها لك بالبلد عشان ما تنساهاش. بالبلد بمنتهى البساطه كده، حضرتك في مجموعه فيها 10 ولاد وبنت. يبقى مجموعه ايه؟ ولاد. مظبوط. مع ان البنت موجوده. اما داخل الخليه فهناك ايونات ايه؟ سالبه. وبرضك في ايه؟ موجب. بس مين الاكتر؟ السالب. حلو قوي، يعني كده حضرتك وصلت معايا المعلومه غايه في الاهميه. ان خارج الخليه في ايونات موجبه وداخل الخليه في ايونات ايه؟ سالبه. ايه ده؟ مش في موجب وفي سالب؟ في فرق للجهد؟ قلت له اه. قال لي نشأت حالة اسمها استقطاب. حالة اسمها ايه يا مستر؟ استقطاب. ايوه جوه القطبين. ده في وضع الايه؟ الراحة. وانت قاعد دلوقتي. يبقى الخلية في وضع الراحة. واحنا قاعدين دلوقتي يا جماعة الخلية، الخلية ركزوا معايا سنة ثالثة، في وضع الراحة اللي في العضلية. خارج الخلية موجب، داخل الخلية سالب. خارج الخلية موجب، داخل الخلية سالب. ايه اللي بيحصل؟ بينشأ نتيجة الاثنين فرق جهد. نتيجة فرق الجهد دوت بينشأ حالة اسمها استقطاب. تمام؟ قلت له تمام. تعال نكمل. ايه القصة؟ قال لي هيجي الإشارة اللي عندي هنا هيحصل كالتالي، هيحصل نقل الحويصلات العصبية.
زي ما احنا شايفين قدامنا كده الاشارات جايه من المخ. الحيصلات العصبيه دي رايحه للنهايه العصبيه. في مسافه هنا يا جماعه. المسافه دي اسمها ايه؟ قال لي المسافه دي اطلق عليها العلماء اسم شق تشابكي. سموها وصله عصبيه. وصله. وصله بين مين؟ قال لي بين خليه عصبيه وخليه عضليه. فبقول وصله عصبيه عضليه. تمام. الوصله العصبيه العضليه ديت ايه اللي هيحصل؟ قال لي دي المسافه اللي بين النهايه العصبيه وبين الليفه العضليه. يبقى ركز معايا سنه ثالثه. النهايه العصبيه والليفه العضليه بينها شق تشابكي، وصله عصبيه عضليه. قلت له كلام جميل. قال لي توصل الحويصلات اللي في الاخر ديت، دي اسمها حويصلات. اسمها نواقل. اسمها ايه يا مستر؟ قال لي اسمها حويصلات او نواقل. الاثنين بمعنى واحد. حويصلات او نواقل ايه؟ هتنقل ايه؟ قال لي جواها في ماده، الماده دي ماده كيميائيه. قلت له تمام. قال لي يبقى دي اسمها حويصلات او نواقل كيميائيه، وفي نفس الوقت هي اشارات عصبيه فبنسميها نواقل عصبيه او حويصلات عصبيه، يبقى ليها كذا مسمى. لها حويصلات عصبيه او نواقل عصبيه، تمام، وفي نفس الوقت حويصلات كيميائيه او نواقل كيميائيه. ايه اللي يحصل؟ بدا الاوردر، وصلت الرساله. اول ما توصل الحويصله الى النهايه، الى الغشاء بتاع النهايه، ايه اللي بيحصل؟ قال لي بص يا مستر، هنا عندي في الشق التشابكي ايونات الكالسيوم. تمام. يبقى مين اللي موجوده في في الشق التشابكي؟ ايونات الكالسيوم. مين اللي موجود في الفراغ ده؟ ايونات الكالسيوم. ايونات الكالسيوم تعمل ايه؟ نتيجه ان الحويصلات العصبيه سقطت عليا، فتبدا ايونات الكالسيوم تنزلق الى داخل النهايه. قال لي تعمل مضخات الكالسيوم على تفجير النواقل العصبيه. تفجر لي النواقل العصبيه. تمام. فلما تفجر النواقل العصبيه، مين الماده اللي هتطلع قدامي؟ اللي هي الماده الكيميائيه. طب الماده الكيميائيه دي اسمها ايه؟ ركز في الاسم كويس جدا. تسمى ماده اسيتيل كولين. ده الوحش بتاعنا. ده اللي سبب الحركه. تمام. ليه بقى اللي هيحصل؟ تعالى امثلها لك بالبلدي. بالبلدي بمنتهى البساطه. البالونه بتاعت الحويصله وقعت. وصلت عند الغشاء. الكالسيوم اكنه مسمار. هيروح داخل مفجر الحويصله. تمام. ولما يفجر الحويصله، البالونه اللي كان جواها رز انفجرت. مين اللي هيتحرك؟ الرز. الرز اللي هو مين؟ ماده مين؟ أستاذ كولين. برافو عليك. يبقى الحويصلات الحويصلات الكيميائيه او النواقل العصبيه عند تفجيرها عن طريق ايونات الكالسيوم. اللي بيحصل؟ قال لي تتحرر ماده الاسيتيل كولين. طب لما تتحرر ماده الاسيتيل كولين ايه اللي يحصل؟ قال لي ايونات الكالسيوم هتبدا تتحرك بالمنظر ده. طب هو انا مش عندي كان ايونات الصوديوم الموجب هي اللي واقفه هنا على الباب؟ قلت له اه. قال لي ايونات الصوديوم الموجبه هتخش الى داخل الخليه. تمام؟ تمام. قلت له تمام. قال لي لما تخش ايونات الصوديوم الى داخل الخليه، هتتحول الخليه الى وضع اثاره، الى حاله اثاره. قلت له اه. قال لي وفي الحاله دي هيبقى في الخارج الخليه سالب وداخل الخليه موجب، اي حاله اسمها ايه؟ لا استقطاب. حاله اسمها ايه يا جماعه؟ لا استقطاب. في مشكله؟ قلت له تمام. قال لي وفي الحاله دي ايونات الكالسيوم هتعمل الدور الثاني اللي ان شاء الله هكمله معاكم الاسبوع الجاي ان شاء الله في حلقاتنا الجايه في ماده الاحياء. طلاب ثالثه ثانوي، اهم حاجه عندي لازم تفتكرها كويس. ايه الدور؟ ايه الدور؟ احنا ما شرحناش الانقباض، احنا شرحنا ايه حاله الاستقطاب. ايه حاله الاستقطاب؟ ايه حاله الاستقطاب وازاله اللاستقطاب؟ تمام. ايه حاله الراحه؟ حاله الاثاره. شرحنا الليفه العضليه في حاله الراحه، شرحنا الشق التشابكي، النهايات العصبيه، كيفيه الحركه. ده كان وصف بسيط للحركه. ان شاء الله في الحلقه القادمه معانا باذن الله
هيكون عندنا كيفية الانقباض، تمام، كيفية حدوث خيوط الميوسين، يعني ايه وحدة حركية، الإجهاد العضلي، الشد العضلي، عشان ان شاء الله هنحل أسئلة مع بعض على النظام الجديد. تمام تمام اتفضل يا أستاذ. جميل جدا يا مستر احمد، احسنت، الله يخليكم، اتمنى اكون افدنا الطلبه ويكون اخواتنا، وبعتذر لو في اي حاجه وقعت سهوا يعني. الحمد لله، اللهم لك متميزه ما شاء الله عليك. الحمد لله. طبعا مستر احمد كان حابب يدينا نبذه كده سريعه عن بعض الافكار اللي لها علاقه بالنظام الجديد، الحمد لله، اللي لها علاقه بماده الاحياء. اتفضل يا مستر احمد. هو بتكلم في ماده الاحياء يا جماعه، انا بوجه رسالتي للطلبه واخوات المدرسين. تمام يا جماعه، هي ماده لذيذه جدا جدا جدا، احنا عاوزين الطالب يستمتع بيها. انا واحد من الناس دايما بقول لطلبتي مش عاوزك تدرس احياء، عاوزك تستمتع بالاحياء. تمام. ليه استمتع بالاحياء؟ الاحياء متعه. انا بدرس ماده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقها. جميل. ربنا هو اللي خلق الكائنات الحيه وهو اللي شارح النظام، فاحنا بنوضحه. احنا بنوضح خلق الله. في نفس الوقت حضرتك لازم تفهم وتستنتج وتحلل اي معلومه تقع قدامك، يعني بمعنى اصح ايه؟ حضرتك لما تشوف انواع الاسئله، لازم في انواع الاسئله المختلفه تقرا السؤال واحده واحده، يعني الاوبن بوك اسئلته من بره الكتاب بس بتعتمد على المعلومه اللي في الكتاب. جميل. بتعتمد على فهمك للسؤال رقم واحد، ثم ازاي تقدر تحلل السؤال كل كلمه معناها ايه. ولو جاي لك رسم بياني تركز كويس في الرسم. ودي مشكله عند طلبه كتير، يعني انا واحد من الناس بتعامل مع طلبتي بفوجئ ان هم ايه، الطالب سريع جدا، الطالب مجرد ما بيمسك السؤال عاوز يحل عشان يريح ضميره ان هو خلص من سؤال، تمام، عاوز يريح ضميره فبيحل بسرعه. لا، احنا عاوزين منه ان هو يريح، يبدا يستنتج، يبدا يخلي باله من كل سؤال بيقول ايه، يبدا يقرا السؤال واحده واحده كلمه كلمه. تمام. ربنا وفقهم في امتحانات كتير، الامتحان مش ضغط عصبي، خلي بالك انت لو دخلت الامتحان كتدريب زيك زي لعيب الكوره، حل اسئله كتير، اتدرب كتير. اي طالب محتاج اي حاجه في ماده الاحياء، اتمنى ان هو يشرفني في موسوعه القرش في الاحياء. تمام، دي على جروب الفيسبوك، تمام كده، او الواتس بتاعنا. تمام. احنا عاملين جروبات للبنات وجروبات للبنين لوحدهم، بنرد على اسئله، مدرس معاك على الهواء زي ما حضرتك عامل. تمام. سلام، عملهم اونلاين 24 ساعه معاك. حلقه موفقه يا استاذ. الله يخليك يا فندم. انا سعيد بلقائك. فاصل قصير ونرجع لكم تاني. انا سعيد جدا بلقائك. طلبة وطالبات الثانوية العامة، يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 9 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 10 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى، أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي 0163 56 296. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح.
لكل طلابنا الأعزاء. ورجعنا لكم تاني والاحياء للثانويه العامه، ومستر احمد هيعمل لنا ريفيجن سريع كده في دقيقتين على اللي هو شرحه في الحلقه دي. اتفضل يا مستر احمد. احنا شرحنا مع بعض الحركه في الانسان، شرحنا الجهاز العصبي، قلنا ان الجهاز العصبي هو اللي مسؤول عن اعطاء الاوامر للجهاز العضلي، والجهاز العضلي هو اللي مسؤول عن الانقباض والانبساط. قلنا ان الجهاز العظمي هو اللي بيمثل الدعام. قلنا الفرق بين الخليه العاديه والخليه العضليه، وقلنا ان الماده الحيه هنا اسمها ساركوبلازما في الخليه العضليه، وهنا غشاء ليها اسمه ساركوليما، عكس الخلايا العادية تسمى البروتوبلازم والغشاء البلازمي. فلازم نخلي بالنا من الفرق ده. تمام. اتفقنا مع بعض ان العظام مرتبطة بالعضلات عن طريق الأوتار. تمام. وقلت تركيب العضلات، ووضحنا ان العضلات من حزم، وحزم من ألياف، ألياف لويفات، اللويفات خيوط. اتفقنا ان الخيوط في منها رفيعة وسميكة. اتفقنا على المناطق اللي موجودة في القطع العضلية، وان القطع العضلية دي المسافة بين كل خطين زد داكنين اللي بتوسط المناطق المضيئة. جميل. وان القطع العضلية هي اصغر حاجة في العضلة. تمام. هي الوحدة البنائية ليها. اتفقنا ان في مناطق مضيئة وشبه مضيئة ومناطق داكنة. المناطق المضيئة اي والشبه مضيئة اتش، والمناطق الداكنة والمظلمة اي. اتفقنا مع بعض ان انواع العضلات نوعين. عندي عضلات ملساء لا ارادية ما اقدرش اتحكم فيها زي الاكاتين والميوسين، وعندي عضلات مخططة ارادية هيكلية اقدر اتحكم فيها المتصلة بالجهاز العظمي. تمام. اتفقت عشان يحصل الاشاره في ثلاث ابطال. عند البطل الاولاني المخ والحبل الشوكي اللي هيدي الاوامر للمحور العصبي اللي ينقلها الى التفرعات العصبيه عشان يديها للنهايه العصبيه. النهايه دي في فراغ اسمه الشق التشابكي. تمام. ده متصل مع الليفه العضليه، عشان كده قلنا وصله عصبيه عضليه. الليفه العضليه بتبقى عندها حالتين، وضع الراحه ووضع الاثاره. فحاله الراحه بيبقى خارج الخليه موجب داخل الخليه سالب، وده بينشا نتيجه فرق جهد فبنسميها استقطاب. تمام. طيب اما في حاله الاثاره، امتى تحصل حاله الاثاره؟ لما توصل الحيصلات او النواقل العصبيه او الكيميائيه الى نهايه الغشاء. تمام. فتقوم ايونات الكالسيوم بتفجير النواقل العصبيه، فتتحرر ماده من جواها اسمها اسيتايلكولين. تمام. اللي هنبدا نتكلم بقى الاسبوع اللي جاي ايه اللي يحصل، هنبدا نتكلم ايه اللي يحصل في الدرس الثاني. تمام. فايونات الكالسيوم ديت تزيد النفاذيه لايونات الصوديوم. ايه ده؟ الكالسيوم هو اللي بيزودها؟ نتيجه الضغط عليها. فايونات الصوديوم تدخل الى داخل الغشاء. فيبقى خارج الغشاء سالب وداخل الغشاء موجب. فتتحول الخليه من استقطاب الى لا استقطاب. جميل. هنكمل بقى ان شاء الله بعد كده مع جزء الاسئله مع بعض. اتفضل يا استاذ. بقيه الاسئله بتاعتنا، وازاي بيحصل الانقباض العضلي، وايه فايده خيوط الميوسين والاكاتين، ايه انواع البروتينات اللي بتتم، نظريه الكسل للانقباض العضلي. الجزء الثاني من الدرس ان شاء الله هنبقى نكمله مع بعض لطلبتنا باذن الله. احسنت يا استاذ احمد. الله يخليك. الرقم بتاع حضرتك اللي على الشاشه عليه واتساب؟ ان شاء الله الرقم بتاعنا عليه واتساب ان شاء الله، وتحت خدمه اي حد من اخواتي. اي حد من الطلبه بتوعنا لو عايزين يتابعوا اي حاجه لها علاقه بالاحياء بالنسبه لمنهج الثانويه العامه، مع مستر احمد من خلال الرقم الواتساب، او من خلال موسوعه القرش في الاحياء. موسوعه القرش في الاحياء في اسئله، وبنديهم الاسئله بتاعتهم، وبنديهم ملازم لو محتاجين اي حاجه، فيديوهات شرح، كل ده موجود ان شاء الله. اوكي. شرفتنا يا استاذ احمد، ونتمنى نشوفك في الحلقه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الله يخليك، وتمنياتنا القلبيه بالتوفيق والنجاح دايما لطلابنا الاعزاء. شكرا لكم جميعا. شكرا.